السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تحياتي لكم، أحمد سمير من قناة يلا نساعد بعض، ودرس جديد من دروس السينما 4D، وإزاي نقدر إن احنا نصدر من السينما 4D، سوري، من الإلستريتور والفوتوشوب باث، عشان نقدر نجسمه ونشتغل عليه في السينما 4D، ونقدر ان احنا نجسم اي حاجة عندنا محتاجين ان احنا نعمل لها برزنتيشن او موكب او شغل معين ايا كان. الموضوع ظريف وبيفتح سكك في الشغل كتير، والدنيا فيه بتبقى الشغل فيه بيبقى ظريف وممتع، لدرجة ان انت ممكن تطلع افكار كتير وتساعدك في حاجات كتير قوي، ان انت تبدأ تشتغل وتعمل التخيل او التصور اللي في دماغك. يلا نبدأ نشوف الموضوع ازاي ونركز مع بعض، عشان هي كلها موضوع خطوات، لازم تبقى انت فاهم انت شغال ازاي وترتيب الدنيا في دماغك ايه، عشان الامور تظبط وتبقى معاك تمام والامور تمشي معاك تمام ان شاء الله. يلا نبدأ ونشوف. الاول هنبدأ بخطوة ازاي تصدر الشغل بتاعك من الالستريتور والفوتوشوب، وبعد كده نبدأ نخش في التفاصيل. الخطوة الأولى، وهنبدأ بالإلستريتور، وهنقول مثلا إن إحنا عندنا لوجو. أنا كنت نزلت شوية لوجوهات وحاجات كده نشتغل عليها من على النت، وخلينا نشوف إيه اللي إحنا ممكن نشتغل عليه. يعني أنا مثلا نزلت مجموعة لوجوهات كتير، يعني نزلت حاجات كتير ومجموعة، بحيث ان ممكن نشتغل على مجموعة منها ونشوف ايه اللي احنا عايزينه، وممكن نشوف بقى نشتغل ونفتحه مثلا على ادوب بريدج عشان الامور تبقى واضحة معانا، ونشوف الامور هتمشي ازاي. تعالى نفتح الشغل بتاعنا على الادوب بريدج مثلا، علشان نقدر نشوف الحاجة بتاعتنا، نشوف ايه اللي ممكن نشتغل عليه. هي مجموعة كبيرة، انا نزلت فايل فلقيت فيه مجموعة لوجوهات كتير قوي، وده غير فولدرات حاجات تانية كتير، فخلينا نمشي واحدة واحدة ونشوف كذا لوجو ممكن نشتغل على اساسه. تعالى مثلا ناخد السيفن اب ونبدأ نشوف مراحل الشغل بتاعنا. المرحلة الأولى، وخلينا نتكلم فيها قبل ما نخش في تفاصيل، إن أنت لما هتصدر اللوجو هو مش هيروح لك بالمنظر اللي أنت شايفه ده، مش هيروح لك بالطريقة اللي أنت شايفها دي. ولو صدرته، تعالى نفصص كده اللوجو زي ما بيقولوا، إحنا عندنا أدي واحد، تعالى نعمل له أنجروب كده عشان نشوف، نعمل له ادي واحد اللون الرئيسي اللي هو الاخضر لون اللوجو لو عملنا له جروب، واللون الابيض اللي هو الستروك، واللون الازرق اللي تحت اللي هو الشادو بتاع اللوجو. طيب تعالى نقول الطريقة الاول اللي احنا هنصدر بيها الشغل، وبعد كده نخش في التفاصيل. انا لو جيت صدرت الموضوع بالشكل ده كده، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. الخطوة الاولى والرئيسية والمهمة في الموضوع اللي لازم تاخد بالك منها تماما، واللي هي المرحلة الاساسية والاهم في الموضوع، هي طريقة اخراج البرنامج، اخراج اللوجو او الشكل اللي عندك من الالستريتور. ازاي؟ انا فتحه من PDF
من اي بي اس فاتحه، من عامله الستريتور اي اي مطلعه اي اي، واخده باث من الفوتوشوب كوبي وبيست وحطيته على الليست. ايا كان الفايل هو ليه طريقه سيف واحده، وهي هنعمل ركز معايا سيف از، وهنروح مثلا على انا كنت عامل شويه حاجات كده، تعالى نفضي الفايل عشان نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي كده. احنا تمام، احنا سيبنا، هنختار هو ممكن تكون فاتحه من بي دي اف، فممكن يسيف على البي دي اف او اي بي اس. اول خطوه لازم تختار ان السيف اس تايب يبقى اي اي، تاكد انه اي اي ونعمل سيف. هيطلع لك الويندو دي الستريشن اوبشن من فيرجن، هنختار فيرجن 8. اشمعنى 8؟ عشان ما نخش في تفاصيل ونطول الدنيا، هو ده الفيرجن الوحيد اللي هيقبل معاك انه يقبل على الان على السينما 4D ان هو يشوف. فهنختار فيرجن 8 ونعمل سيف ونقول له اوكي. نروح بقى على السينما 4D عشان نفتح الفايل هنا. الطريقه المختصره واللي من الاخر، هتروح على فايل ميرج وتحدد المكان اوريدي احنا خلاص اتسيف عند اهوت، ودبل كليك وتقول اه دبل كليك عليه هيفتح معاك. بيقول لك السكيل من واحد، هتسيبه زي ما هو، مش تلعبش في اي حاجه، هتقول له اوكي. رقم مظاهر عندك هنا في قائمه اللاير هنا، او في زي ما احنا بنسميها قائمه اللاير هنا كده، تعرف ان الفايل موجود. ممكن ما يكونش ظاهر معاك لانه ممكن يكون حجمه كبير، هو ما بينزلش في السكيل. اول حاجه تعملها تعالى على البوزيشن ويخليه اصفار عشان يجي لك معاك في النص. لو هو في اي حته كبيره، في اي حته مش ظاهر، على الاقل هيجيب لك الاكس في النص. تبدا يعني انت تصغر الويندو، لو هو كبير قوي المهم هيبقى موجود، يا تصغر الويندو يا تخش على البرسبكتيف تشوف الدنيا فين وتبدا تصغره. شوف بقى احنا لما صدرنا اللوجو بالشكل ده بالثلاث طبقات ايه اللي حصل؟ الدنيا تايهت منك، هو قراها لك باثين بس، بقى قرا لك الباث ده ومعاها الستروك، الدنيا اتلخبطت. يعني ايه؟ هو كده الدنيا باظت معاك خالص، والدنيا تاهت منك. هتيجي تعمل اكسترود هتلاقي الدنيا باظت منك خالص. فالحل ايه؟ الحل بسيط جدا، هنشيل ده. وقبل ما نخش في التفاصيل هنروح على الفوتوشوب ونفتح فايل جديد عشان بس الامور تبقى واضحه ونبقى عارفين الطريقه من الفوتوشوب ومن الاليستريتور ازاي احنا بنصدر الموضوع، وبعد كده نبقى نشوف بقى نخش في التفاصيل. خلاص عرفنا من الاليستريتور ان انت وانت بتسيف تعمل سيف، هتعمل سيف از، تختار اي اي، تحدد المكان اللي انت هتسيف فيه، هتعمل الاسم بتاعك وتقول له سيف، هيقول لك اوكي، او المكان لو ريبليس ولا حاجه، وتختار الاستريتور 8. دي كده خلصنا من النقطه دي. نروح على الفوتوشوب. تعالى ناخد شيب من الفوتوشوب وتاكد ان هو هنا باث مش اي حاجه تانية، لازم يبقى باث. وتعالى نختار اي شكل ايا كان شكله، انت راسم بقى حاجه، انت مكريت حاجه، ايا كان. احنا بنقول مثال لطريقه التصدير، هناخد مثلا شكل زي ده، هو باث اهو ماشي. تعالى نفتح لير اساسا جديد ونجيب الباث بتاعنا، حطيناه هنا اهوت. وهتيجي من فايل تعمل اكسبورت وتعمل باث تو الستريتور، باث تو الستريتور، تفتح الباث
مش هتعمل اي حاجه غير انك تقول له اوكي وتحدد المكان اللي انت هتسيب فيه، وهنكتب هنا بي اس مثلا عشان نعرف ان ده جاي من الفوتوشوب، بي اس ونقول له سيف. ده ما فيهوش اي حاجه، هو الفوتوشوب بس كده. هنروح على الميرج ونروح على البي اس ونفتحه، ونفس الفكره هنعمل بوزيشن، هيطلع لك معاك الشكل بالطريقه دي، وهيبدا يفصصه لك كل جزء لوحده وكل لاير لوحده. طب لو انا بصدر، الباث ولقيت الدنيا مفتوحه معايا كده، يعني لو جيت عملت دلوقتي اكسترود الدنيا، بص مش في حاجه غلط، مش ده اللي انا عايزه. فتقف على الباث وتاكد ان كلوز سبلاين دي نشطه، علم عليها، هتلاقي قفلك السبلاين وبقى عندك الشغل بالشكل ده كده. فدي الطريقتين اللي انت تقدر تصدر بيهم من الفوتوشوب ومن الالستريتور، ويفضل ان انت تشتغل على الالستريتور عشان ساعات الباص بيجي من الفوتوشوب في مشاكل، فيفضل ان انت تصدره من الالستريتور او تاخده على الفوتوشوب. اسف. من الفوتوشوب على الالستريتور وتعالجه لو في مشاكل، وبعد كده تنقله على السينما 4D. فدول الطريقتين اللي انت تقدر تصدر بيهم من الالستريتور والفوتوشوب. الموضوع بسيط جدا. الفوتوشوب بمجرد ان انت بتسيبه باص، ان انت بتروح على فايل اكسبورت وتختار باص تو الستريتور، تمام، وتسيفه وتفتحه من هناك. والالستريتور سيف از، حدد الفايل، لازم يبقى اي اي، هيطلع لك ويندو تختار منها فيرجن 8. تعالى بقى للشغل بتاعنا دلوقتي. انا عندي اللوجو بتاع 7 اب ده ثلاث مراحل. طيب انا عايز افرد الدنيا بتاعتي دي على الالستريتور، على السينما 4 دي، عشان اقدر اجسد. عندك ثلاث خطوات: انك تشتغل بنظام اللير الشكل ده كده، وانك تاخد كل مرحلة من دول لوحدها كده. هنعمل ناخدها كت، ونعمل مثلا نسميه جروب، هنسميه واحد، وتعالى نقفل ده كده. دي مرحلة، كنترول واقف عشان ينزل لك في نفس المكان، وتخفيه وتقفله، وناخد لير تاني اللي هو بتاع، ناخده قط كده عشان لو في حاجة تانية نشيلها. اهوت ده اللير بتاع الشادو، عايز تسمي براحتك. هناخده قط ونعمل لير اتنين، ماشي، بنسميه لير اتنين، وكنترول واف اف عشان ينزلها في نفس المكان. ولازم حتة نفس المكان ده عشان ما يرحلش منك هناك ويضايقك. واصبح عندنا الجزء الثالث اللي فيه الشادو، وممكن ناخده زي ما هو كده اهو، ونعمل له ست تالت، ونقول له كنترول واف، ونشيل ده كده من معانا، فاصبح عندنا الثلاثه مع بعض. طبعا اللير ده عايز يطلع فوق عشان يبقى بنفس الترتيب. طيب هنعمل ايه؟ هنخفي واحد واحد وناخدهم بالترتيب. هنعمل سيف از، نتاكد ان هو اي اي، ونروح على المكان بتاعنا، نعمل فولدر ونسميه مثلا سيفن اب لوجو، ونسمي بقى مرحله واحد ونقول له سيف، ونختار فيرجن 8، نقول له اوكي. تعال نشوف هناك هل هو ارى ليرات ولا ارى لير واحد. هنروح على رقم واحد ونقول له اوكي، ونجيبه في النص
انقرة الثلاث ليرات. يبقى احنا محتاجين نعمل خطوة، يعني ماشي معاك خطوة خطوة لكل الاحتمالات اللي معاك هتحصل. هنيجي ان احنا نحذف الليرين دول، او اهو هنحذف الليرين دول ماشي، ونعمل سيف از واحد، ونحدد المكان ونقول له اوكي، ونيجي على الاستريتور 8 ونقول له اوكي اوكي ماشي. ونيجي نشوف الميرج بتاعنا ونفتح رقم واحد، ونيجي على البوزيشن نخليه الصفر عشان يجي لنا في النص. ادي كده اول مرحله، اول مرحله فيها اليو سمي بقى عشان ما تتوش، والاو والسي والسيفن والبي. يبقى كده عندك اللوجو، انت كده تمام بالنسبه لك. هنرجع تاني للالستريتور ونرجع اللايرات بتاعتنا، نخفي اللاير ده ونشيله خالص مش محتاجينه دلوقتي، ونظهر اللاير بتاع الستروك اهوت، ونحذف اللاير ده ونقول له سيف از. وممكن دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت ممكن وانت بنعمل سيف، ممكن احنا خلاص خلصنا ده، هنيجي على الثاني نخفي ده ونعمل له لوك. بقى عندنا تعالى ندي للستروك ده نظهره كده، وندي للستروك ده لون تاني عشان نشوفه ولو يكن اسود، ونعمل سيف از. ونيجي من هنا من الرينج نختار اي اي، مش هتبقى نشطة عشان احنا قافلين بقية الليرات. تعالى كده نشوف عشان احنا ما عندناش بيدجز، فهنمشي بالطريقة اللي احنا معانا. هنلغي الاتنين اللاير التانيين ديليت، هيفضل عندنا اللاير بتاع الشادو سيف از اي اي، وهنختار نسميه اتنين ونعمل سيف، ونختار الستريتور 8 ونقول له اوكي هنا. وتعالى نعمل بقى الخطوه الثالثه بالمره، هنشيل دول كده ماشي، ونعمل سيف از، ونعمل 3 ونختار اي اي وسيف تاني. انا ماشي معاك واحده واحده، ونختار الستريتور 8 ونقول له اوكي كده تمام. تمام هنبدا ننزل معانا بقيه الشغل بتاع الميرج، وهنيجي على رقم 2 ننزله ونقول له بوزيشن 00، هينزل لك في نفس المكان. ونيجي تاني على تعالى نقسم عشان نبقى احنا شايفين شغلنا عامل ازاي وما نتوش. هنيجي هنا على الاكسترود ونعمل كل واحد دي الاكسترود بتاعه ويسني عشان ما تتوش وانت شغال. ونيجي على الاو نعمل اكسترود ونحط الاو، ونيجي على الواي ونعمل اكسترود ونكتب يو. كده عندنا الشغل تمام التمام، ما فيهوش اي اكشن وما فيهوش اي حركه. هنرجع له ونيجي هنا على الستروك ونعمل اكسترود ونحطه فيه ونرجعه ورا كده. ده الشادو على ما اظن. تعالى نجيب الميرج ونجيب رقم 3 وننزلها برضو في السكيل. في ترحيل في الموضوع. طيب تعالى معلش نجربه عشان هو البوزيشن بتاعه مختلف. طب تعالى نفتحهم مع بعض كده، هنفتح واحد الاول من غير ما نعمل اي حاجه، ونفتح ميرج 2 كده نزل مظبوط، ونفتح ميرج 3. يبقى كده احنا محتاجين ان انت تنزل لما يبقى عندك كذا مرحله وفيها ترحيله، لازم نفتحهم من ورا بعض واحد واحد كده.
فنبدأ نشوف الموضوع هيمشي معانا ازاي. هن سيف نسمي ده، نيجي بقى نخفي ده بتاعنا ونخفي ده معانا، ونبدأ نقسم بقى واحدة واحدة. ده البي نعمل له اكسترود ونكتب هنا بي. نيجي على 7 ونعمل اكسترود ونكتب 7. فيفضل ان انت لما يبقى عندك تلات حاجة فيها كذا طبقة، يفضل الاول ان احنا نفتحهم كلهم مع بعض على نفس البوزيشن، بدون ما نرجع بدون ما نلعب في البوزيشن، وبعد كده نبقى نحطه في السنتر بتاعنا عشان ينزل كله مع بعضه. لان فكرة البوزيشن ممكن تنزله على حسب حجمه، على حسب حجمه يبقى واحد اكبر من واحد زي ما شفنا دلوقتي، فهتلاقيه مرحل مش مطابق معاك. فخلينا نعمل التركيب كله الاول هنا مع بعضه، وبعد كده نبدأ نجمع الشغل معانا في السنتر. نقول او، ونيجي على الواي اكسترود برضو ونسميه واي. يبقى احنا كده معانا الشغل بتاعنا تمام. هنخفي ده ونيجي على الستروك ونعمل اكسترود برضو، ونيجي على الشادو ونعمل له اكسترود، ويبقى احنا معانا كده الشغل معانا تمام التمام. ممكن ناخد كله بقى جروب ونعمل حته البوزيشن عشان يجي لنا الشغل معانا في النص كده. طيب ايه المرحله بقى الجايه؟ نبدا تحدد انت، انا عايز دلوقتي هاخد البوزيشن وهاخد الستروك وهاخد الشادو ارجعهم ورا اسحب كده، وبعد كده هاخد الشادو لوحده ارجعه ورا بالشكل ده. انا شايف ان اللوجو بتاع، تعالى نطلعه فوق شوية كده، انا شايف ان اللوجو بتاع السيفن اب كده مفيش اي اكشن، مفيش حركة. انا شايف ان الدنيا لو عملت كده، تعالى ننزل مثلا فيزيكال سكاي، تلاقي الدنيا مفيش حركة معايا، مفيش اكشن الاو واليو. طيب نبدأ احنا نبدأ نظبط حالنا. يا اما تبرز الاو، يا اما تبرز الواي، تعمل فيها بروز عشان يبقى فيه باين ان فيه تداخل. فنيجي مثلا على الواي ونيجي على الاكسترود بتاعها مثلا نخليه 30 ماشي، ونسحب نخليه من ورا كده مظبوط، ونعمل بالشكل ده كده. بقى اصبح عندي فيه تداخل، بقى عندي اللوجو بقى فيه اكشن شويه. طيب انا عايز اكشن زياده، عايز الحروف والحاجات دي تديني اي شكل. تعال اقف على كلهم مع بعض كده عشان يبقوا نفس السيكنس، وتعالى على كابس من هنا، وهنقول فليت كاب من هنا وفليت كاب من هنا، وهنخليه مثلا 3 ونخليه 3، ونخلي الراوند هنا مثلا يبقى 5، ومن هنا يبقى 5. فانا هعملك الحروف ممكن من هنا فايل تاب دي تلاقي الحروف هنا بتاخد اشكال تانية، انت بقى على حسب ما انت عايز. زي ما انت شايف كده بيخليه لك في لفة وبروز كده، ممكن الستيب تانية بيخليه لك في تداخل في الحروف، ستيب 2 بيكررها لك بيخليه لك اكتر من واحدة. يعني طول ما انت بتلعب ده خلى لك الاكسترود لجوه، فانت زي ما انت عايز وزي ما انت حابب اشتغل وشوف الدنيا تمشي معاك ازاي. ممكن نخلي الراوند 2 عشان الدنيا تبقى اظبط معاك كده. اصبح الدنيا عندي بدأت تقول شوية. طب انا عايز ادخل الالوان بقى اعمل ايه؟ هتروح على الالستريتور ونظهر بقى، نرجع كل حاجة زي ما كانت كده، الأصل بتاعنا هو. هنيجي على اللون الأخضر ده ونعمل نقف على اللون، ونيجي هنا كده نحدد إيه الألوان بتاعتنا اللي هي إحنا عايزينها.
فهنروح طبعا هنشتغل على الار جي بي، فالار جي بي بتاع الاخضر ده 0 146 71. هنروح على السينما 4 دي، نفتح دبل كليك ماتيريال ونختار من هنا ار جي بي، ونبدا ننقل الارقام 0 146 71 146 71 ونقول تمام، ونبدا ننقل بقى هنا كده على ده وننقل على الواي ونشوف اللون الاحمر برضو هنا ظروفه ايه. هنيجي على اللون الاحمر ونقول 237، هنيجي ناخد كوبي 237 واللي بعديه نروح على الاستريتور 28 36، 28 36 كده ادانا اللون الاحمر بتاع الاو. شد نحطه على الاو، هنيجي هنا نعمل اللون الابيض بتاع الستروك وهنحطه على الستروك، ونيجي على اللون الازرق بتاعنا اللي هو في الخلفية ده او الشادو بتاعنا و 096169. دبل كليك ونيجي نقول 0169 صح 96169 96 سوري 96196. ادانا اللون الازرق اللي في الخلفية بالشكل ده كده، وبقى اصبح عندنا تركيبة الالوان معانا بالشكل ده كده. طيب عشان الشادو طبعا والاضاءة، تعالى نخفي الفيزيكال سكاي هنا عشان نشوف الدنيا. ممكن انا بس بشتغل بالطريقة دي عشان انا عايز اوضح لك، انا بشيل اللمعات هي من على الحاجة عشان بس تبقى الدنيا واضحة وانت شغال. طبعا عايز تزود شادو، عايز تزود لامينيش، انا اللي يريحك. انا بس بقول لك الدنيا ماشية ازاي عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي كده. التقسيم بقى انا قلت لك الفكرة، وانت هتبدأ تلعب انت براحتك بقى. انا بقول لك الطريقة، بقول لك الفكرة، وانت ابدأ اشتغل. عايز تخلي الشادو اعلى، عايز يعني انت خلاص انت بتلعب في السيكنس من هنا، هو براحتك خالص وتلعب في الشكل اللي انت عايزه. تمام، انا كده اللوجو عندي خلص. هنسميه مثلا 7 اب لوجو. تمام كده انا خلصت اللوجو بتاعي. عايز بقى اللوجو ده اعمل له برزنتيشن بقى، يعني هاخده على الفوتوشوب واعمل له برزنتيشن، ولا ممكن اعمل برزنتيشن على السينما فور دي. تعال نجرب طريقه كده وان شاء الله تظبط وتبقى فكره حلوه ليك تعملها تشتغل بيها. فكره الكومبوزيتنج، ايه الكومبوزيتنج ده؟ الكومبوزيتنج ببساطه كده هو فكره بيخليك ان انت تاخد الاوبجكت اللي عندك تركبه على على مبنى، على حاجه كنا شرحناها قبل كده. فكره الكومبوزيتنج ان انت لو عندك اوبجكت وعايز تحطه في مكان، في على نجيله، في مبنى، فوق مبنى، بيبدا يدخل لك الموضوع كان الشيء راكب مع بعض. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ طبعا هتخش على جوجل تجيب الصوره اللي انت عايزها، الصوره اللي انت حاببها. انا جهزت صوره دبل كليك، وهنروح على الصوره اللي انا جبتها، كانت هي دي اصل الصوره، دي اصل الصورة اهي، وانا شلت كلمة 3D من عليها كده على الفوتوشوب على السريع كده، وهنشتغل بيه. دبل كليك وتختار الصورة اللي انت عايزها، وطبعا هنشيل الريفليكشن. وهنا النقطة دي مهمة، ان هنا هنبدأ تاخد المقاس بتاعك ده اللي هو 2000 × 1334. طب هنعملها ازاي؟ هنروح على الريندر سيتنج، ومن هنا هنبدأ في البريسيت بتاعنا نكتب 2000، وهنيجي هنا نعمل 1334. تكتب المقاس بتاعه هتلاقي الويندو تقريبا بتاعتك او مساحة العمل بتاعتك خدت نفس المقاس. نقول دي شكرا، ونيجي من هنا وننزل باك جراوند وناخد الصورة نحطها هنا كده. طيب انا هظبط الدنيا ازاي؟
هنا لازم ننزل كاميرا، والكاميرا نفعلها ونيجي على الكورد بتاعها نخليها 00. تمام، انا مش محتاج اكتر من كده دلوقتي. ده اللوجو بتاعي هخفيه دلوقتي، انا مش عايزه، وهاجي ممكن هنا اخفي الجريد انا مش محتاجه. تمام التمام، وهاجي انزل بلان واحاول بالنظر كده، تمام، ان انا اخلي البلان دي نفس الميل كده بالراحه كده، ابدا احركها بالميل كده، ان انا ايه ابدا اظبط ان انا اشوف انها تبقى مظبوطه معايا بنفس زاويه الميل بالواير. انا مش محتاج اكتر من ان انا بس تبقى حاسس ان هي ايه قريبه مني كده اهيت، وممكن اكبرها شويه مفيش مشكله خالص، اكبر شويه وانزل عندي كده. حاسس انها ممكن تلف كده شويه اهيت. تمام التمام، انت مش محتاج اكتر من كده، عايز تلفها كده شويه، لفها بره اهوت عشان يبقى ايه ب5 جنيه تظبيط شغل اهو كده، انا مش محتاج اكتر من كده. تعالى نعمل رندر. ايه بقى جديد؟ مفيش اي جديد. هنيجي هنا على البلان، رايت كليك من سينما 4 دي تاجز، هنختار حاجه اسمها كومبوزيتنج، نختار كومبوزيتنج، نختار الكومبوزيتنج ونيجي على كومبوزيتنج باك جراوند فور اتش دي ار ماب، ونعلم عليها وناخد نقف على الماتيريال اللي في الباك جراوند ونتك كنترول ونسحب ونحطها على البلان، وتعالى نعمل ريندر. سوري مش عارف، وتعالى نعمل ريندر. اختفت البلان، هو عمل لك الكومبوزيتنج مع الماتيريال، عملها لك كانها هي المبنى بالظبط. طيب ايه المرحله الثانيه؟ ان انا هجيب اللوجو، شايف بدا يخش بقى في المبنى. تعالى كده نعمل ريندر ونشوف كده، بس قطعت، هو كده اتعامل مع البلان على ان هو جزء من المبنى او الرندر. هنبدا برضو بالويم بسيطه كده، في حاجات بتبقى ليها اسهل، يعني بتبقى الدنيا اسهل من كده شويه، بس عشان هي في الارضيات والحاجات دي بتبقى اعلى، ممكن بقى تستخدم كاميرا مابينج وحاجات. انا بقول لك على حاجات بسيطه بما انك انت مش داخل في تفاصيل كتير، فبقول لك على الحاجه اللي ممكن تمشيك. واسحب كده لغايه ما تحس ان هي دخلت في البلان. محتاج ان انا اظبط البرسبكتيف بتاعي بالوايم كده، انا يعني بص الحاجه بسيطه، اسحب اهوت لحد ما احس انها بقى كده، ممكن ان انا اميل شويه بالكاميرا، قصدي بالروتيشن، واخش لغايه ما احس ان هي كده بالنسبه لي تمام، حاسس ان هي ممكن تيجي كده اهو، اظبط بالظبط كده تمام التعامل. طب تعالى نعمل ريندر. هنا التكنيك من هنا، ممكن ان انا الف كده اهو شويه واعمل ريندر. تعالى نصغر شويه اللوجو، حاسس ان هو عايز يلف كده شويه عشان يبقى يبان معايا عدل، الفه. وتعالى نجيب اريا لايت، وتعالى رايت كليك نعمل لها تاج ونشد اللوجو بتاعنا، نحطه هنا كده ونسحب على الشكل بتاعنا اهو. تعالى نسحب معاك ونظبط الإضاءة بتاعتك، وتعالى على الإضاءة نقول له اريا أو سوفت شادو ونجرب الشغل. شايف؟ ظبط لك وكأنه على المبنى بالظبط، بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش تعقيد. مش هنخش في تعقيدات ونخش بقى في كلام كبير دلوقتي، احنا عايزين الحاجة اللي تسهل لنا الموضوع ببساطة. انت بقى تظبط اضاءاتك براحتك، ممكن تاخد كوبي منها تاني لو انت عايز الاضاءه تبقى جديده زي ما انت شايف كده. تبدا بقى تحاكي اضاءتك بالطريقه اللي انت عايزها، اعمل الشادو، عايز تيجي من هنا تعالى بقى خلاص، انت عامل تاج، فالتاج ده بيربط لك اللايت بالجزء بتاع اللوجو، مهما اتحرك هو متسلط عليه. هو عايز تحسن الإضاءة، عايز تزيد شوية ممكن تزود إضاءتك شوية، عايز تجرب شادو تاني هارد شادو،
شايف الشادو، عايز اريا شادو، تبدأ تلعب بقى في الدنيا معاك على حسب ما تظبط. عايز تدخله شوية دخله، ده هو دلوقتي بيحكي لك الشكل في على المبنى بالظبط. دي طريقة، وشايفها ممكن تبقى ظريفة معاك، تنجز لك شغلك، تطلع لك شغل بشكل حلو. تبدأ تلعب انت في التقسيمات، عايز جزء اخف من جزء، جزء اعرض من جزء، جزء اضخم من جزء، فدي حاجة هترجع لك انت وانت شغال. واما ان انت في كل ده انت مش محتاج، هقول لك على طريقة تانية، طلع بقى شغلك، تعالى نلغي كل ده وتعالى على اللوجو نرجع احداثياته. تمام التمام بالشكل ده اهو، تعالى نزل الجريد وتعالى اعمل اكسبورت كده بالشكل ده. طبعا موضوع الالفا ده احنا كنا شرحناه خلاص، ان انت تطلع الشغل من غير الفا والحاجات دي شرحناها. انا عملت مثلا الشغل بتاعي اهو تمام التمام، وهاخده على الفوتوشوب اعمله مثلا سيف جي بي جي تمام التمام، وهروح على المكان بتاعي اب لوجو واقول له تعالى معلش نعلي الريزوليوشن بتاعنا شويه عشان يروح لنا بس ريزوليوشن كويس. انا عملت تصدير للوجو بالشكل ده كده، وهنشوف الطريقه التانيه دي هتظبط معانا ولا مش هتظبط. يفضل ان انا اطلعه بقى كله من على السينما 4 دي ولا لا، فده هيرجع لك انت وانت شغال. ونقول له سيف ومتشكرين. هنيجي نعمل سيف تاني، لو انت عندك اي اضاءة او اي حاجة هتعمل جروب زي ده وتخفيه في الخطوة دي بالذات بتاعت الالفا، ونروح نعمل سيف وننشط هنا الالفا ونقول له تاني اكسبورت. بس ما تحركوش من مكان، ما ينفعش يتحرك في موضوع الالفا ده. ونيجي تاني نعمل سيف، بس المرة دي هنعمل سيف بي اس دي، ونقول له اوكي ونسميه تو مثلا عشان احنا محتاجين نفرقه مع بعض. ونروح على الفوتوشوب ونعمل اوبن ونختار بقى مكاننا. هو تسيف هنا هو بره، وهناخد دول كده نفتحهم مع بعض. ماشي، بقى عندي ده اللي هو الجي بي جي، تعالى نفتح البي اس دي ما سيفش ولا ايه، ما انا كده هنعمل هنا سيف اس تاني معلش بي اس دي ونسيفه على الالفا. استنى لما يسيف تقريبا ما يسيفش.